السلام عليكم. الكي 20 برو كان ولا يزال افضل خيار تقدر تاخذه، وواحد من افضل الهواتف اللي نزلت بعام 2019. يقدم لك كل شيء تحتاجه بهاتف محمول. واليوم بعد الكثير من الاخبار والتسريبات، شاومي تعلن بصوره رسميه عن بطلها وقاتل اجهزه الفلاكشيب الكي 30 برو، اللي يتميز بافضل اداء مقارنه بالاجهزه الموجوده حاليا بالاسواق، ويوفر لك تقريبا كل ما تحتاجه وترغب به بهاتف محمول وباسعار مقبوله جدا. اهلا بكم، وياكم محمد من قناه تك تايم، ومراجعه سريعه لمواصفات الجهاز رهيبة وسعره الخرافي. ظلوا وياي. تصميم الهاتف جميل، بدون حواف تقريبا، وبشاشة كاملة، وبهيكل زجاجي محمي بطبقة حوائل جورن غوريلا كلاس من الجيل الخامس، وبأطار من الألمنيوم، وبوزن ثقيل شوية 218 غرام، وبسمك 8.9 ملم، وبالظهر موجودة 4 كاميرات ببيت الكاميرات الدائري، مدخل سماعات 3.5 ملم موجود بأسفل الجهاز، والتليفون يجي بعدة ألوان، اللون الأبيض اللؤلؤي، واللون الرصاصي والبنفسجي، واللون الأزرق البحري. أما بالنسبة لمقاومة المي والغبار، فموجود تصنيف الـ IP53، وهذا يعني مقاومته للغبار ورشات المي الخفيفة. شاومي استعملت واحدة من أفضل الشاشات الموجودة بالعالم من سامسونج، السوبر أموليد بمقاس 6.67 إنج، بدقة الفول HD بلس، وبكثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنج، بدون لا نوتش ولا ثقوب، واستعملت كاميرا بوباب تخرج من الإطار العلوي. الشاشة تدعم التدرج اللوني DCI-B3 Color Gamut، وتدعم عرض المحتوى بتقنية الـ HDR10 بلس، بالإضافة إلى أن سطوع الشاشة يوصل لـ 1200 نتس. أيضا موجود طبقة حماية على الشاشة الجورن غوريلا كلاس من الجيل الخامس. وبالوقت اللي نشوف الشركات بسباق لرفع معدل تحديث الشاشات، وشاومي واحدة من هاي الشركات، لكن بهذا الجهاز بقى تردد الشاشة عند 60 هرتز. ما أعرف ليش بطورت هذه التقنية وتواكب أحدث التطورات، هاي نقطة سلبية أشوفها بالجهاز. بصمة ضوئية موجودة تحت الشاشة سريعة جدا بالاستجابة. شاومي استخدمت أقوى معالج موجود بالهواتف المحمولة، السناب دراجون 865 بمعمارية 7 نانومتر، مع معالج رسومي الأدرينو 650. هاي المواصفات موجودة بأغلب أجهزة الفلاكشيب، لكن المواصفات الاستثنائية اللي إضافتها شاومي للمعالج تتمثل بنظام تبريد ويا شريحة تبريد نحاسية أكبر على الإطلاق بأي تليفون. من المقارنات اللي عرضتها شاومي بمؤتمرها، هاي الشريحة أكبر بثلاث مرات من الـ V30 برو، وبعد ساعة من اللعب تبين أن فرق الحرارة بين الجهازين 3 درجات. ايضا من التقنيات اللي طورتها شاومي ضافت موتور لللمس او الهابتك تاتش، هذا يعطيك استجابه سريعه اثناء التحكم بالشاشه، وتعطيك احساس بالكتابه مثل كيبورد. هاي الاول مره موجوده باي تليفون محمول. الجهاز براميين 6.8 جيجا بايت من نوع LPDDR5، مع ذاكرتين تخزين داخليه 128 و256 جيجا بايت، لكن ركزوا وياي شويه، نسخه ال6 ب 128 جيجا بايت نوع الذاكره المستخدم UFS 3.0، اما النسخ الاخرى ال8 ب 128 وال8 ب 256 جيجا بايت فنوع الذاكره هي الاحدث والاسرع بنقل البيانات UFS 3.1. نظام التشغيل هو الاحدث الاندرويد 10 مع واجهه شاومي الاحدث الاماي UI 11. بطارية الجهاز رهيبة بسعة 4700 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع لكوك تشارج 4 بقوة 33 واط عن طريق منفذ الشحن تايب سي، هاي تنطيك شحن من 0 إلى 100% ب 63 دقيقة تقريبا، لكن للأسف الجهاز ما يدعم لا شحن لاسلكي ولا شحن عكسي. موجود 4 كاميرات بالظهر ببيت الكاميرات الدائري، الأساسية بقوة 64 ميجا بكسل بحجم متحسس 1/1.72 إنج، وعدسة تليفوتو بقوة 5 ميجا بكسل توفر تقريب بصري 2X وتدعم التركيز التلقائي للصورة، والعدسة واسعة الزاوية بقوة 13 ميجا بكسل، وعدسة ماكرو بقوة 2 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بدقة الـ 8K بسرعة 24 أو 30 إطار بالثانية، وبدقة الـ 4K بسرعة 30 أو 60 إطار بالثانية، وكاميرا السيلفي وحيدة بوباب بقوة 20 ميجا بكسل، بنظام حماية رهيب سوته شاومي يعتمد على متحسسات الارتفاع والميلان، وهاي فادتها إذا كنت فاتح الكاميرا الأمامية وفجأة وقع من يدك التليفون، هاي المتحسسات راح تعمل على غلق الكاميرا ذاتيا بمجرد شعورها بالسقوط، وهاي ما موجودة سابقا بأي تليفون. ختام الفيديو أصدقائي، شاومي عنت عن نسخة 6 ب 128 جيجا بايت بسعر 425 دولار، ونسخة 8 ب 128 جيجا بايت بسعر 480 دولار، والنسخة الأعلى 8 ب 256 جيجا بايت بسعر 520 دولار. الجهاز راح يتوفر للبيع بالصين بداية من 4/4، لكن ماكو أي معلومات عن توفره بالأسواق العالمية. طبعا شباب، هذا الجهاز بالتأكيد راح يوصل لأسواقنا، وإذا توفر إن شاء الله راح نعطيكم علم به، ونحاول نجيبه ونسوي لكم مراجعة تفصيلية عنه مثل أخو السابق الكي 20 برو. شاركونا رأيكم أصدقائي، شنو رأيكم بالجهاز ومواصفاته بالإضافة إلى سعره الخرافي.
هذا ما عدنا فيديو اليوم، أشوفكم إن شاء الله فيديو قادم، في أمان الله وحفظه.